مساء الخير. في البداية طبعا عاوز أقول لكم قد إيه الواحد فخور وسعيد إنه موجود هنا في مكان له تاريخ، تاريخ كبير عندنا وتأثير مهم في حياتنا، حياتنا بشكل عام كمصريين وكعرب، وهو مسرح جامعة القاهرة. عاوز أقول لكم حاجة كده في البداية، أنتوا تحبوا أقول الكلام اللي مكتوب في الورق ولا أتكلم على طبيعتي؟ على الطبيعة، صح كده؟ اتفقنا. مين في الشباب اللي موجودين جامعة حلوان؟ عاوز اسمع صوت جامعة حلوان. ايوه كده. باعتباري اتخرجت من جامعة حلوان، عاوز احكي لحضراتكم حكاية. الحكاية دي دايما فيها بننسب الفضل لأصحاب الفضل. انا لما دخلت الجامعة كان مصروفي وقتها حوالي 1.5 جنيه، 2 جنيه، والفلوس دي تقريبا ما كانتش تقدر توديني الجامعه كل يوم للاسف الشديد. فكان عندي هم شديد جدا وهو في الجامعه في السنه الاولى كليه ازاي اقدر اجمع الفلوس اللي انا باخدها كمصروف يعني، وفي نفس الوقت اقدر احقق الحلم الاكبر بالنسبه لي في الجامعه. هقول لكم عليه. مصروفي اللي ما كانش يكفي ان انا اروح الجامعه كل يوم، فكنت بروح الجامعه مره او مرتين في الاسبوع، لانه كنت بجمع الفلوس عشان اروح ده، عشان اروح جامعتي. كنت بركب 3 انواع مواصلات، وطبعا مترو، طبعا شباب جامعه حلوان فاهمين رحله الشتاء والصيف بتاعت المترو. فقدرت خلال اول سنه، كان اول تحدي بالنسبه لي اني احول نفسي من انتساب موجه في الكليه لانتظام، لانه ما كنتش عاوز اضغط على اهلي في الفلوس. انتوا عارفين طبعا سبب الموجه ده بفلوس. فطبعا ده جزء تاني بقى في السيره المهنيه بتاعت البني ادم. يعني مين حضراتكم من الصعيد؟ انا مش سامع صوت الصعيد. انا عارف ان في جامعه بني سويف. ايوه كده. الصعيد حيث الجذور وحيث المحبه وحيث العادات والتقاليد، لان احنا اتربينا في جذورنا في الصعيد ان احنا نكون داعمين لاهلنا. وعشان كده كان اول حلم بالنسبه لي في الجامعه ان انا احول من انتساب موجه لانتظام عشان اوفر على اهلي ثمن المصاريف بتاعت الكليه. انتقلنا بقى لسنه ثانيه وثالثه ورابعه. طبعا دي تفاصيل حضراتكم اكيد كتير من حضراتكم عايشين فيها. على ايامنا كانت الموضة بنطلون جينز اسمه انتربول، طبعا مش عارف اصبح مش موجود دلوقتي، بقى تاريخي يعني. واللي ما كانش يلبس البنطلون ده كان يعني قديم، ما هواش مواكب للعصر. وامكانياتي المادية وقتها ما كانتش تسمح غير اني يكون عندي بنطلون واحد بس، فكنت في الصيف البسه بلونه الطبيعي الازرق، وفي الشتاء اصبغه اسود عشان اقول لزمايلي كلهم ان انا عندي بنطلونين مش بنطلون واحد. وكانوا قميصين بيبدلوا على البنطلونين. وهنا افتكر الجمله اللي علمها لي والدي. انا بقول الكلام ده ليس تكريما لوالدي او والدتي، هو تكريم لكل اب وكل ام حضراتكم موجودين هنا بسببهم. فوالدي كان بيشتغل محامي في شركه حكوميه، شركه سينا للمنجنيز، وقال لي مش مهم الهدوم اللي انت لابسها ثمنها كام، مش مهم اللبس اللي انت لابسه مع الموضة ولا مش مع الموضة، اهم حاجة يكون نظيف ومأكل. ده القانون او المحدد اللي كانت علاقتي بالموضة وقتها اللي انا اتعلمته من والدي. انا بقول الكلام ده عشان نراجع مع بعض اللي احنا اتعلمناه من اهالينا. فكان والدي الله يرحمه، عشان كده بتكلم على اخواننا الصعايدة اصلنا وجذورنا يعني، كان عنده في الدولاب بتاعه جلابيتين. فدايما والدي يقول لي انا عندي جلابيتين نضاف ومكويين، جلابيه للعزة وجلابيه للفرح، عشان نكون جاهزين في اي وقت. واذا حدث تضارب ما بين العزة وما بين الفرح فالعزة له الاولويه، واذا حدث تضارب ما بين العزة والمريض فالمريض له الاولويه. يعني دايما يقول لك المريض ثم المتوفي ثم الفرح. بقول الكلام ده ليه؟ لانه وجودي هنا معاكم هو
تشريف وتكريم للأب والأم اللي ربت وطلعت شباب زي الفل زي حضراتكم. حقيقي وبشكر بشكر شباب جامعة القاهرة اللي استضافونا، احنا طبعا ضيوف عندهم فعشان كده ذكرت اسمهم اخر اسم لان هم المضيفين، احنا كلنا ضيوف عندهم. فكرة الموضوع ده بدأت بانه طبعا احنا بنشهد حدث، والحدث ده ما حصلش زيه كتير مؤخرا، ان لم يكن بدعي انه حدث غير مسبوق، احنا بنعمل حاجة مختلفة جدا. الفكرة انه معالي الدكتور ايمن عاشور، استاذ دكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لما طرحنا عليه ان احنا نعمل حوار في برنامج مصر تستطيع فهو رحب بشدة. فكانت جت فكرة، انا كلمت سيادته قلت له معالي الوزير احنا بنفكر في فكرة مجنونة مش عارف اذا كان معاليك تقبل بيها ولا لا، فقال انا مع اي حاجة مجنونة. فقلنا له احنا ممكن نعمل هذا اللقاء في وجود جمع غفير من الشباب في الجامعات المصرية المختلفة، وهنفتح مساحة من الحوار بيننا وبين بعض، والحوار غير معد مسبقا. فمعالي الوزير قال انا معاكم ورحب بشدة ودعم هذه الفكرة بشكل لا تتخيلوه. بإحساسي الإعلامي شوية بدأت أسأله وأقول له هو طب سيادتك مش قلقان شوية؟ يعني هو دي مواجهة جماهيرية وأنماط مختلفة وثقافة مختلفة وأنواع مختلفة من الأسئلة، فقال لي أنا أقلق ليه؟ أنا نص حياتي طالب وبدرس ماجستير ودكتوراه والنص التاني أستاذ جامعة، فأنا عايش مع الشباب دول طول عمري. نرحب بمعالي الدكتور أستاذ دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. احييهم الاول، عايز احيي طبعا اتفضل معانا الشباب. انا سعيد بيكم جدا، يعني النهارده الحقيقه يوم من الايام السعيده في حياتي ان انا اقعد مع بلادي الطلبه نتحاور مع بعض، وانا حريص ان انا اسمع منكم وهتسمعوا مني. فانا بشكر الحقيقه الزملاء في مصر تستطيع اللي نظمت لنا اليوم ده. التوفيق ان شاء الله يكون يوم جميل كلكم تفرحوا بيه ويبقى يوم حلو للكل. معالي الوزير، احنا بدانا بشكل غير تقليدي وقلنا للشباب نقول الكلام اللي مكتوب في الورق، فكلهم اجمعوا قالوا مش عاوزين يقولوا الكلام اللي مكتوب في الورق. فهو السؤال اللي معاليك، نسال الاسئله اللي مكتوبه في الورق؟ لا. الاسئله اللي موجوده في الورق مش موجوده معانا. وهو اصلا في ورق في اسئله، احنا عايزين نسمع بعض، وده اول مره يمكن يبقى في حوار بين وزير التعليم العالي وبين ولاد والطلبه بهذا الجمال، وان شاء الله في اخر اليوم هنشوف بجد ازاي قدرنا نطلع بايجابيات وازاي نقدر مع بعض نسمع ونقدر نساهم مع بعض في اللي بنعمله في منظومه التعليم العالي والبحث العلمي. هو ليا سؤال، باعتبارنا اليومين دول ثانوية عامة والنتائج يعني معلنة والأوائل وغيره، هو السؤال لحضرتك جبت كام في الثانوية العامة؟ خلي بالكو المجموع اللي جبته في الثانوية العامة دلوقتي ما يعتبرش كويس. أيامينا يا شباب كان الأول على الثانوية العامة ممكن يكون جاب 90%. الكليات القمة بتاخد من السبعينات. أنا جبت 86% في الثانوية العامة، الكلام ده سنة 1977. دلوقتي طبعا 86% دي يعني، إنما أياميها كنا من الأوائل. هديكوا مثال، كان أول دفعة يتطبق فيها علمي علوم
وعلم رياضة وأدبي. الكلام ده سنة 77. أنا الحمد لله ربنا كرمني ودخلت هندسة عين شمس، وأنا كان نفسي أخش هندسة عين شمس. في جمهور جامد هنا. عايز أقول حاجة، يعني عارفين هندسة عين شمس سنتها خدت كام؟ 73%. يعني أنا كنت أعلى من الحد اللي بتقبل بيه الكلية، كلية الهندسة، بتقريبا 13 أو 14%. عشان كده المجموع زي ما بقول دلوقتي، طبعا هندسة عين شمس بتقبل تقريبا 97 و98، إنما أياميها كان ده مجموعي، وأنا فخور إن أنا سنتها جبت 86. الحمد لله. طبعا الزمن كان بيختلف، من طبيعة المناهج الدراسية كانت مختلفة، وكان اللي بيجيب 86% وكان من المتفوقين فعلا في الوقت ده، مش على مستوى الجمهورية، لكن هو كان من المتفوقين على الأقل على مستوى المدرسة أو المحافظة. الجيل اختلف والزمن اختلف، وإحنا دايما بندعي إن إحنا جيلنا واجه صعوبات كتيرة، لكن في حقيقة الأمر مع الوزير أنا شايف إنه الجيل الحالي بيواجه صعوبات أكبر مننا بكتير جدا، والاختبار اللي هم عايشين فيه أكبر مننا بكتير جدا. في اختبار مشترك ما بين الجامعات وما بين الطلاب، ألا وهو إنه الشركات العالمية النهاردة، بعض الشركات العالمية الكبرى أعلنت أن الشهادة الجامعية ليست شرطاً للالتحاق بالعمل. يعني أنت تدخل تشتغل معانا مش مهم يكون معاك شهادة جامعية، المهم المهارات اللي أنت بتمتلكها إيه. وده تحدي كبير جداً للجامعات وللطلاب في المستقبل، هو أنا المفروض أعمل إيه عشان ألاقي فرصة في سوق العمل؟ الجامعات الحقيقة دلوقتي دورها بيتحرك من مجرد تعليم وشهادة جامعية إلى إعداد نقدر نقول شخصية متكاملة ليها مهارات يقدر يلتحق بسوق العمل من خلال اكتسابه مهارات محتاجها فعلا سوق العمل. عشان كده بقى في جامعاتنا دلوقتي كلكم طبعا شايفين ان بقى في مراكز مهنية، مراكز لانها جوه الجامعه تكسبك المهارات اللي هي السوفت سكيلز. في كل جامعاتنا بقى في مركز هدفه ان هو يكسبك المهارات اللي هو يلزمك بعد ما تتخرج انك تكتسبها اثناء الدراسه. وبقى البورتفوليو بتاع التعليم مش مجرد اكاديمي، انما البورتفوليو بقى فيه جزء منه مهني، وفي جزء له علاقه بالابداع والابتكار، وجزء اكاديمي. عشان كده بقى البرنامج اللي بيتعلموه في الجامعات الحقيقه بقى اشمل من انه الطالب يتعلم عشان ياخد شهاده بس. احنا هدفنا نطلع نقدر نقول انسان متكامل، ده هو اللي احنا دلوقتي الحقيقه بنتكلم على بناء الانسان. ده داخل في المنظومه بتاعتنا. فبقى في مسارين، مسار اكاديمي بينتهي بالشهاده الاكاديميه اللي انت بتاخدها، ومسار مهني بينتهي برضه بشهادة مهنية، والاثنين دول ازاي بيشتغلوا مع بعض؟ بمعنى ايه؟ احنا بنشوف انك انت داخل تدرس برنامج معين، فايه هي المهارة اللي انت محتاج تكتسبها علشان تقدر انك انت فعلا لما تتخرج تلاقي فرص في سوق العمل كبيرة. وبقى في نوع من الارشاد الاكاديمي في المسار الاكاديمي، ونوع من الارشاد المهني في المسار المهني. عشان كده ولادنا الطلاب دلوقتي بنشوفوا في جامعاتنا ان بقى في شركات دولية وشركات محلية بتربط الصناعة مع الجامعة. عشان كده انت بتتدرب اثناء دراستك على المهارات اللي يكتسبها في البرنامج الاكاديمي اللي بتدهولك الشركة، فبقى في امكانية لانك انت تعد لسوق العمل من وانت بتدرس، وبنكسبك المهارة اللازمة. علشان كده احنا ابتدينا نتنبه من بدري لموضوع ان الجامعه مش مجرد شهاده تتعلق واقول انا اخذت البكالوريوس او اخذت الليسان، لا، انا عايز اقول انت بتطلع بمهارات زائد العلم اللي انت بتاخده تكسبك المهاره اللي لازمه انك انت ازاي تلتحق بسوق العمل في المستقبل. فالموضوع ده الحقيقه احنا بنشتغل عليه بقوه في منظومه التعليم العالي.
والمراكز اللي انشأناها، سواء مراكز للتوظيف للمهارات، مراكز للإبداع والابتكار، علشان نخرج بره المنظومة التقليدية، لأنه ياخد مجرد منهج أو مقرر وينتهي بشهادة. فده الحقيقة شغالين عليها، وبشكرك للسؤال ده، لأن فعلا إحنا محتاجين الطلبة بتوعنا ياخدوا المهارات اللازمة في هذا الإطار. حضرتك عارف انه دائما المهندسين بيخططوا، المهندس بيخطط، ما فيش اي حاجه بيعملها بشكل عشوائي، كل حاجه مخططه يعني. ودائما في مقوله كده بتقال في اروقه كليات الهندسه، البني ادمين نوعين، مهندس وغير. طبعا طلاب هندسه فاهمين بقول ايه. حضرتك خططت لحياتك انك تكون مهندس شاطر، ولكن هذا التخطيط ذهب في اتجاه اخر أو اتحقق بشكل مرحلي، ولكن حصل تغيير غير تخطيطك تماما. خليني يعني أشرح لكم ابتدت إزاي ومشيت إزاي لغاية ما وصلت الحمد لله المنصب اللي أنا فيه، اللي أشرف إن أنا طبعا موجود بيه دلوقتي. إنما عايز أقول حاجة، أنا البداية كمهندس ولازلت إلى الآن مهندس. صحيح. وبأشرف إن أنا مهندس، مهندس معماري كمان. هقول لكم على حاجة الأول، إزاي دخلت هندسة وقسم عمارة. ده نصيحة بقول لأولادي، اختار القسم أو التخصص اللي أنت بتحبه، اوعى تخلي المجموع أو حد من الأهل أو من الأصدقاء يفرض عليك تخش تدرس إيه. نصيحتي يا شباب ويا شابات، اختار اللي انت بتحبه واللي انت عندك فيه مهارة علشان تقدر تطلع ناجح. الحمد لله من صغري وانا كنت بحلم ابقى مهندس معماري. طب مجموع حضرتك كان يدخلك كليات ايه يعني، تخصصات تانية غير عمارة؟ اي حاجة، لان مجموع الحمد لله متفوقين يعني. بس انا دخلت عمارة لان كانت بداية من وانا صغير، فاكرين على ايامينا الميكانو والالعاب اللي هي كنا بنلعب بيها، وكنت بخطط بيها شوارع على الارض واقعد اقول ده بيت وابني عماره، يعني الواحد من صغره كان ده. ويمكن كنت بشوف ان المهندس المعماري هو بيعمل من الصحراء مدن حياه، بيتخيل حاجه على ورق وبيبنيها. فابتديت من صغري فعلا انا عايز ابقى التخصص ده، خصوصا ان انا الحمد لله ناحيه الموهبه والرسم برضو بتسكن هذا الكلام. هو بعد اذن عليك، بس هو ميكانو في زماننا هو شبه الروبلوكس دلوقتي، بس كان يدوي شويه يعني. بس كان متعه، لانك انت بتعمل بنفسك تكوينات بتقدر تطلع بيها اللي انت عايزه. فانا كنت مغرم الحقيقه نقدر نقول بتخطيط مدينة وشوارعها وعمارات، وكنت يعني ده كان متعتي الأساسية. المهم لما دخلت الكلية الحمد لله، الواحد دايما عشان كده بقول لك تفوق في اللي بتحبه، ما تدخلش حاجة غصب عنك. فالحمد لله كنت من أوائل الدفعة، وتعينت معيد في هندسة عين شمس. المهم إن أنا مشيت بقى في التدرج الأكاديمي مهندس، وثم معيد، ثم مدرس مساعد، ثم أستاذ مدرس، ثم أستاذ مساعد، وهكذا. في نفس الوقت أول ما تخرجت، أنا زي ما بقول لكم بحب إن أنا أشتغل كمهندس، فعملت الشغل الخاص بي. يعني أنا بقى في جزء أكاديمي، مسار أكاديمي، في مسار تاني مهني، والحمد لله إن مسار المهني
عملنا مشروعات كبيرة ومشروعات قومية. أنا بقالنا 40 سنة تقريبا أنشأنا هذا الكيان. اللي عايز أقوله إن المسار المهني والأكاديمي إنما ما كانش في ذهني خالص إن أنا أتوجه إلى عمادة كلية الهندسة جامعة عين شمس 6 سنين من سنة 2014 ل 2020، ثم شرفت إن أنا بقيت نائب وزير التعليم العالي وحاليا وزير. فده ببساطة اللي حصل، إن إحنا حلمت إن أبقى مهندس معماري ناجح، حلمت إن أبقى أستاذ جامعي ناجح، والحمد لله دي بقى الحقيقة اللي بعمله دلوقتي برضو هندسة في التعليم العالي. فبس أنا ما بعدتش، إنما أنا بستخدم نفس المنهجية في التعليم العالي. هستأذنكم هرجع في الورق لدي، لأنه اختبار لمعالي الوزير، والاختبار له علاقة باللغة. إحنا على أيامنا كان في لغة في الجامعة، لغة شباب. فإحنا جمعنا منكم بعض المصطلحات أو بعض الكلمات المتداولة داخل قاعات المحاضرات في الجامعة، وهنشوف مع الوزير الأستاذ الجامعي عارفها ولا لأ. ممكن بعد إذنك فندم؟ هندخلوني امتحان، ماشي جاهز. مع الوزير، ماذا تعني كلمة 500؟ خمسمية هي كلمة على ما أذكر سر عشان تسكت أو علشان وطن الصوت حاجة كده. مظبوط، صمت. صمت هو لما يكون بيكلم صديقه أو بيتكلم صديقتها وبابا دخل على الخط فبيتقال 500، فكله بيسكت، صح يا فندم؟ بيعملوها معايا وأنا داخل. دخلنا في الصعب بقى. مترشم. بتالي مترشم دي حاجة يعني حاجة جميلة، حاجة كويسة، حاجة صح، إيجابي. إيجابي جامد. كله ضحك لأن هم مستغربين حضرتك عارف مترشم من إيه. لا، لأن أنا بص يعني التاني أستاذ الجامعة الحمد لله بيقعد من خلال التحامه مع الشباب دايما بيجدد نفسه، دايما بيسمع بيعيش معه. وانا دايما الحقيقه مع كل الطلبه اللي انا اشرف ان انا كنت درست معاهم بسمع منهم، وبالعكس يعني ممكن ان الحوارات وليكوا كمان في التكست وانت بتكتب، ليكوا حتى في الكتابات بتكتب بالانجليزي حاجه بالعربي، رقم 7، رقم 5، رقم صح، فالحاجات دي برضو ما تقلقش يعني. عارف انا طبعا كل الحاجات. طب كده هندخل بقى في الجامد. جاست كارف. كارف متهيألي يعني حد كارف يعني. صح، كارف. مطنش يعني حاجة. على ايامنا كنا نقول مزحلق. ايوه. فهمان. هو فهمان يعني حد فهمان. حد فينا قاعد قاطع. يعني ايه قاطع يا فندم؟ قاطع يعني مش داخل معانا في ال. لا لا. طب حد يقول. طب قولوا لي. يعني خبيث. يعني قاعد لنا يعني لازق. مركز. حد مركز. قاطع يعني مركز. صح، انا السلك بس اتقلم. طب تدوا المعالي الوزير كام من 10 في الاختبار؟ كويس. كام؟ ادوا لك 10 في 10. ده ايه الجمال ده؟ شكر. مع أزمة كوفيد تحديداً بان إن في مشكلة كبيرة في سوق العمل في العالم كله ليه علاقة بالأطباء. يعني كان في نقص في القدرة البشرية في الأطباء في العالم كله، والعالم كله عانى من نقص الأطباء، وبدأت دول العالم كلها تتجه إلى توسيع الدراسة في كليات الطب تحديداً
نتيجه لانه لما مرينا بازمه ما كناش لاقيين دكاتره، ما بتكلمش على مصر، بتكلم على النموذج العالمي لدرجه انهم بقوا يعني يستوردوا اطباء من دول تانية. احنا ما زالت هنا كليه الطب في مصر بتاخد اللي هي اعلى درجات، والنتيجه لانه الاعداد المتوفره في الكليات قليله جدا. هل في امل انه كليه حيويه زي كليه الطب يزداد عدد الطلاب فيها او الكليات بحيث انها تلبي حاجه سوق العمل؟ لان سوق العمل النهارده بيحتاج دلوقتي الاف، مئات الالاف من الاطباء. الحقيقه ارتباطنا بالبرامج وعدد الطلاب بيبقى مرتبط بنسبه كبيره باحتياج سوق العمل. وحضرتك اثرت موضوع في منتهى الاهميه. انا هتكلم بالارقام. احنا دلوقتي السنه اللي فاتت عدد الطلبه اللي دخلوا كليات الطب البشري 23,000 طالب، وده عمره ما حصل قبل كده. احنا قريبين جدا من انه قريب هيوصل العدد ل 30,000 طالب. مصر دلوقتي بتصدر الطب، بقى في فعلا بعد ازمه الكورونا الكوفيد 19 بقى فعلا احتياج متزايد لقطاع طبي. يعني بنتكلم على الطب البشري، على التمريض، على الصيدله، دي كلها الحقيقه بقت منظومه. الازمه اللي حصلت في كوفيد 19 اثبتت ان احنا فعلا محتاجين يبقى في عندنا تزايد في هذا الاطار. المناهج اللي بندرسها والبرامج اللي بندرسها بهدف ان الطالب بتاعنا يبقى طالب يشتغل على السوق المحلي والسوق الاقليمي والسوق الدولي. علشان كده لما اقول لكم ان دلوقتي بقى في عندنا افرع لجامعات اجنبيه، لما اتكلم على ان في طفره في عدد الكليات اللي انشئت، من يمكن انا قلتها في البدايه ان سياده الرئيس اللي بوجه له كل الشكر ان في العشر سنين اللي فاتت من 2014 حتى 2024 تضاعف عدد الجامعات بحجم انفاق اكتر من 185 قريب من 200 مليار جنيه مصري. عشان نتخيل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالتعليم. طبعا اهمها محور زي ما حضرتك قلت الطب، وازاي ان احنا بنستعد لان يبقى في عندنا فعلا امكانيات في احتياجات تقدر تلبي احتياجات سوق العمل. ابتدينا نشتغل، هل ادي امثلة اخرى على احتياج سوق العمل وازاي بيأثر على البرامج بتاعتنا وتصميماتنا. دلوقتي بقى الموضوع بيتقسم في البرامج الى علاقة البرنامج اللي بيتاخد في الجامعة بيزد على مفهوم جديد في البرامج التعليمية اسمه البرامج البينية، التخصصات، وازاي ان ما بين التخصصات وبعضها بنعمل برامج ديناميكية تلبي احتياجات سوق العمل. وهناك العديد من البرامج اللي نشأت نتيجة ان في تخصصات مختلفة. بقى على سبيل المثال الطب لما يخش مع الهندسة في البايوميديكال انجينيرينج، وفي تخصصات كده دلوقتي وعليها اقبال كبير جدا، وفي جامعات اجنبية بقت موجودة معانا علشان ولادنا يوصلوا للمستوى الدولي اللي بنتكلم عليه في احد البرامج التخصصات البينية. مش كده وبس، بقينا بنشتغل كمان عشان سوق العمل في حاجة اسمها مش الانتر ديسيبلينري، لا الترانس ديسيبلينري كمان، اللي هو برامج وتخصصات عابرة للتخصص. يعني مش بس تكامل بين تخصصات وبعضها، انما عابرة للتخصصات وبترتبط مع الشركات او الصناعة او الكوميونتي، فبقت بتخش معاك في تصميم البرنامج واحتياج البرنامج. وفي امثلة كتير على ده، ان دلوقتي بقى المتلقي اللي هيتخرج ويشتغل في سوق العمل محتاج ان هو نصمم له برنامج هو فعلا محتاجه من خلال شركائنا في الصناعه. فالانتر ديسيبلينارتي، ترانس ديسيبلينارتي، البرامج الجديده اللي بنتكلم عليها اللي هو الطب دلوقتي بقى احدها، وبيخش ازاي مع الهندسه ومع الاي اي ومع الحقيقه في توسع كبير في البرامج. عشان كده نصيحتي لاولادنا بقى اللي هم داخلين على الجامعات
أتمنى لكل التوفيق، إنما نصيحتي إزاي تختار كليتك، إزاي تختار التخصص اللي أنت عايز تشتغل عليه. تاني زي ما قلت، ما تخليش المجموع هو المحرك الرئيسي لأنك تروح المكان اللي أنت عايز تدرس فيه، إنما بص لسوق العمل ومستقبله. الوظائف اللي كلنا بنتكلم إن في وظائف بالملايين هتنتهي خلال الثلاث أربع سنين الجايين، وحيظهر غيرها وظائف واحتياج أكتر بكتير بملايين برضو الوظائف. الأرقام طبعاً اللي يرجع بقى لشوف المنتدى الاقتصادي الدولي وعلى كل الدراسات اللي بتتم، وأنا عارف إن أنتم بسم الله ما شاء الله بتشوفوا إيه هي الاحتياجات والبرامج المستقبلية في هذا الإطار. اختار البرنامج اللي هو ماشي مع ده في المستقبل. كمان في حاجة مهمة قوي تقدرنا نشتغل عليها في جامعاتنا، ان بقى الموضوع انت محتاج علشان تعرف مهاراتك والدرجة اللي معاك والشهادة بتاعتك ازاي تعمل شيفت كارير، ازاي تعمل ابجريدنج في التخصص بتاعك من طريق التعلم المستمر او من خلال البرامج التحويلية. يعني انت تقدر اتخرجت من كلية ولأن الكلية دي دلوقتي سوق العمل قد يكون فرص العمالة فيها والتوظيف فيه أقل، إنما لو أنت خدت شفت كارير وابتديت تاخد مهارة تانية أو مهارات تانية تكسبك مسار جديد تقدر تخش بيه في سوق العمل وتلتحق بيه باللي حاصل دلوقتي بوظائف الحالية أو المستقبلية، هو ده اللي بنشتغل عليه. علشان كده البرامج البيانية، البرامج التحويليه، المسار التحويلي اللي هو بنتكلم عليه في جامعاتنا دلوقتي، انا بشجعك لما تيجي تختار كليتك تختار اللي انت بتحبه علشان تقدر ان شاء الله تتفوق فيه. وعلى فكره ادخل، يعني ادخل اي تخصص انت بتحبه لو اديته واشتغلت عليه واشتغلت على نفسك انت هتبقى ممتاز في هذا التخصص، عن انك تخش تخصص مش بتاعك ومش حبه وتطلع في الاخر يعني مجرد معك شهادة. فالموضوع ده في منتهى الاهمية، وبشكرك على فتح الحقيقة. شكرا يا فندم. هو تعالوا نجرب مع بعض، تعالوا نجرب مع بعض الكلام مع الوزير. هو اللي دخل فينا كلية هو بيحبها يرفع ايده، ايه رأي حضرتك في النسبة؟ نسبة كبيرة الحقيقة. طيب اللي دخل كلية ما بيحبهاش يرفع ايده؟ ده هم 50-50 تقريبا. تقريبا النسبة متساوية. نسبة متساوية، يعني نبتدي نقيس ده لانه ده بيساوي نوعية من برامج ممكن نتكلم فيه نتناقش فيها وغيره. هو بيبقى فيه جزء منه ضغط اجتماعي برضو، جزء منه وجاهة اجتماعية معينة. بس تعالوا نروح نشوف النماذج الاستثنائيه فينا كشباب. يعني طب ممكن حضرتك تحكي لنا تجربتك؟ مساء الخير. مساء الخير، اهلا بحضرتك. انا اسمي ايمي اشرف، كليه فنون تطبيقيه جامعه حلوان، قسم الديجيتال ادفرتايزنج. هو ده برنامج يعني معمول، اول دفعه تتخرج منه كانت السنه اللي فاتت. انا في ثانويه عامه كنت جايبه 96 علمي علوم. ميرسي. يعني انا بحب من طب الفنون التطبيقيه. كليه فنون تطبيقيه هي اصلا جدا. اتفضلي. الكليه دي من وانا صغيره جدا، من وانا في اولى اعدادي سته ابتدائي عايزه ادخلها، بالذات عشان عندي الهوبي بتاعت الرسم، فباخد كورسز رسم من وانا صغيره. فكنت عايزه دايما اوصل المسج بتاعتي او اخلي الناس تضحك او حاجه، او دايما تشوف ادفرتايزنج او اي حاجه تتبسط او تبتسم، حتى الناس اللي ممكن مش بيكون ليها اتيح فرص يعني ان هي تتعلم او حاجه، بس مجرد ان هي تشوف حاجه بكالرز او انيميشن او كرتونز تضحك. وفي نفس الوقت انا بحب الحيوانات جدا، فكان مجموعي يجيب ان انا اخش طب بيطري. بس لما جالي الاوبشن ده واحده من الناس عادي جدا، والدي قال لي لا خشي وطب بيطري وكطب وكده، فقلت له لا انا عايزه اخش القسم بتاعي، لان ده القسم اللي هعرف لما اسهر فيه، لما يجي لي اوفر تايم في الشغل، لما ابقى بايته بره، لما ابقى
اتحط تحت ضغط انا هعرف في الاخر اتاقلم عليه، لان البرودكت لما هشوفه في الاخر هو ده اللي هينسيني اصلا التعب اللي انا مريت بيه، او حتى هبقى مستمتعه دايما وانا بتعب فيه. فما بصراحه ما سمعتش الكلام واصريت ان انا ادخل الكليه بتاعتي على مدار، انا في فرقه رابعه خلاص يعني بتخرج، على مدار الخمس سنين دايما بنسهر ممكن نطبق اليوم والاثنين عشان نخلص البروجكت. كل ما يبقى فيه ابديتس على البروجكت بتاعتنا كل ما بنطلع برودكت احسن، مش بنقف عند حاجه معينه، ودي برضو تبقى ليها علاقه او واقفه عند الشخص نفسه، انت عايز تقف عند هنا ولا عايز تتطور اكتر او تطور البروجكت بتاعك اكتر. والدي دايما برضو في الاوقات بتاعت الامتحانات بالذات يقول لي طب ما احنا قلنا بلاش من الاول، طب ما الكليه دي متعبه، طب ما الكليه عمليه وبتسهري ومش عارف ايه وممكن تتاخري بره كتير. فبقول له بس في الاخر بطلع حاجه لما يبقى المعيد او الدكتور واقف قدامي مبسوط بالبروجكت انا ببقى مبسوطه، بغض النظر عن اي كومنتس تانية، بغض النظر عن الجريدز اللي بشوفها، بس انا ببقى نفسي مبسوطه من الويب سايتس مثلا او الابلكيشنز او كرتونز او ال2 دي ديزاينز اللي بتطلع، انا ببقى مبسوطه ان ده شغلي، انا شايفه شغلي قدامي. بس برافو، يعني الكلام اللي بتقوليه ده بيقول انك هتكوني ناجحه جدا جدا في حياتك العمليه ان شاء الله بالتوفيق. ان شاء الله. مين تاني من المتمردون والمتمردات؟ اتفضلي. انا كارول ماهر، خريجه السنه دي دفعه السنه دي طب اسنان القاهره. القصر العيني طبعا الناس كلها عارفه قد ايه القصر العيني عريق جدا، والناس كلها لما بتعرف ان ده دكتور طالع من القصر العيني مش هقدر اقول يعني طبعا. نظره الاحترام بتبقى قد ايه لي. انا كنت ثانويه عامه 2019، يعني مجموعي كان 98.5%، كان ساعتها يدخلني طب بشري، بس انا كنت حابه اسنان. بصراحه في البيت شجعوني على اسنان لان هي اللي انا كنت حباها، يعني انا بشكرهم دايما على دعمهم ليا، وحقيقي انا ما ندمتش على اختياري ده لحظه واحده لان انا فعلا بحب اسنان. طبعا ساعتها الناس كلها قاعده تقول بشري انت جايبه مجموع بشري ازاي هتسيبي بشري وتخشي اسنان؟ لا طبعا، طالما الواحد دخل حاجه بيحبها فعلا وبيقدم شغفه فيها هيحقق حاجه كبيره قوي يعني. شكرا. حضرتك تدخلت في قرار ابنائك في اختيار الكليه، انا عارف ان في حد فيهم هندسه وحد بيزنس، حضرتك تدخلت في قرارهم في اختيار الكليه؟ خالص خالص، يعني اللي اختار الهندسه او اداره اعمال ده براحتهم، لان انا اصلا الحقيقه لما اخترت حتى عماره كان برضو متعود على كده متعلم كده، ودايما بقول لاولادي الطلبه ان اختار اللي بتحبه علشان تنجح فيه، زي ما سمعنا من الزميلتين يعني ان خلاص انتوا اتخرجتوا دلوقتي او على وشك التخرج. السعاده وانت بتذاكر وانت بتشتغل، انت مش مكره يعني، اكيد وانت بقى في المشروع اسمعي ميوزك بتستمتعي بالمشروع، بتتفرجي مع زمايلك تبادل الخبرات فيه، يعني بصراحة الجو ده استحالة كنت تشوفيه في تخصص تاني انت مش عاجباه مهما تعمل. عشان كده انا بشجعك وبشجع اللي داخلين جداد، ارجوك اختار اللي بتحبه واشتغل على نفسك عشان تبقى نجم في المجال ده. طيب هنفتح الأسئلة تاني.
مين عاوز يتفضل يسأل؟ اتفضل. شايف؟ اتفضل. اهلا وسهلا، معايا الوزير. انا اياد، كليه هندسه في جامعه الفنون الاهليه. دلوقتي كل حاجه في اي مجال عموما داخل فيه الاي اي والماشين ليرنينج. حلو. انا عن نفسي دخلت كورس ليه علاقه بالحاجات دي، فبعرف استخدم التولز بتاعت الاي اي في الدراسه وفي ان انا لو عندي بروجكت او حاجه، ولكن ده بيتوقف دايما على الدكتور بتاع الماده. فالسؤال اللي انا عايز اساله، امتى هنخش في الاي اي والماشين ليرنينج يبقى جزء اساسي في المنهج، بحيث ان انا استفيد بيه كطالب وان انا اوصل فكرتي واستفيد بالمجال نفسه عموما في كل حاجه تبع الدراسه يعني. بس كده، شكرا. انا شايف ان احنا مش لسه هنستفيد، يعني انا حاسس ان الموضوع ده احنا خلاص، احنا دلوقتي بقى في الاي اي داخل في كل حاجه، في كل التخصصات، في الزراعه، في الطب، في الفضاء، في كل حاجه الاي اي دلوقتي بقى اساسي فيها. عايز اقول حاجه، احنا مثلا ابلكيشن الاي اي في تخصصك، يعني في الهندسه على سبيل المثال زي ما انت ذكرت، بقى اساسي استخدامه. خلي بالك برضو، الى الان احنا لسه في المجلس الاعلى للجامعات كان في دليل ارشادي واخلاقيات استخدام الاي اي، لان خلي بالك مع التشات جي بي تي والسكوبس اي اي بقى دلوقتي انك تاخد حاجه باستخدام الاي اي ممكن انها تطلع لك منتج وانت ما بتبذلش الجهد اللي مفروض يطلب منك كباحث. فعلشان كده ازاي تسيرش وازاي تاخد من الاي اي اللي يقدر يساعدك في انك انت توصل في مشروعك للي انت عايزه، انما مش عايزين نعتمد عليه تماما في انه هو بيعمل لك سيرش. ان دلوقتي فيه بقى نعلم زي السكوبس اي اي على سبيل المثال بقى ممكن يطلع لك الريسيرش بالكامل. فاحنا حريصين برضو، خلي بالك، انك بتمشي جراجولي لغايه ما بتوصل لمرحله تعتمد على الاي اي، انما في انك انت برضو محتاجين ان يبقى المانيوال ابروتش. يعني في الهندسه على سبيل المثال في قسم عماره زي حالاتي، احنا دلوقتي بقى البدايه انك تتعلم ازاي ترسم بايدك لمده قد يكون السنه الاولى وقد يكون الاولى والثانيه، علشان التالنت بتاعك العنصر البشري انت محتاج يكون موجود. وجراجوالي بيوصل في ثالثه وفي رابعه اللي هو الماكسيمم بتاع استخدام التكنولوجي والاي اي في الاركتكتشر. دلوقتي انت بقيت مثلا في المشروعات انت بتدي تكست، انت عايز تعمل مبنى شكله ايه ومكانه ايه والعناصر اللي فيه ايه، وجاست انك انت بتكليك ويطلع لك مشروع كامل من غير ما تعمل حاجه. فاحنا عايزين نعلمك، يعني اكيد الدكتور او الاستاذ اللي عندك عايز يوصل انك انت تتعلم وانك تستعين بالاي اي وفقا للاحتياجات الاساسيه في السيرش علشان تغذي ده، بدل ما انت بتعتمد 100% على المنتج. فاكيد الاستاذ بيبقى له برضه ثقل علشان العمليه التعليميه انت تتعلم ايه وازاي تسيرش باستخدام الاي اي والتكنولوجيات المتقدمه في هذا الاطار. احنا واضح انه في طلاب وافدين موجودين. احنا عندنا كام طالب وافد في مصر بيدرس في الجامعات المصريه دي؟ السنه اللي فاتت احنا التحق بجامعاتنا 30,000 طالب وافد، واجمالي الطلبه الوافدين دلوقتي في مصر تقريبا 120,000 طالب. ده غير 120,000 ده غير الطلبه اللي مع جامعه الازهر تقريبا 40,000. فبنتكلم على من 150,000 ل 160,000 طالب من جنسيات الحقيقة مختلفة. وعايز أقول إن السنة اللي فاتت حجم الطلبة اللي ابتدوا يجونا يدرسوا في مصر من دول ما كانتش الحقيقة موجودة معانا بيدرسوا أولادها في مصر، زي الهند على سبيل المثال، بعض دول شرق آسيا وأفريقيا دلوقتي، يعني الأرقام اللي هي الحقيقة ابتدوا يبصوا لمصر الحقيقة كهب للتعليم الدولي. فإحنا سعداء باللي بيحصل في الهند. تخصصات ايه اكتر بتروح لها الطلاب؟ حضرتك خلينا اقول حاجه، ان اولا برضو الاقبال بشده على القطاع الطبي والصحي، يعني ولادنا اللي بيتخرجوا اللي بيجوا يتعلموا في مصر بيبقى القطاع الطبي والصحي والهندسي،
القطاع الطبي أقصد مش مجرد طب بشري، إنما صيدلة وطب أسنان وعلاج طبيعي و حجم الإقبال على القطاع الطبي والهندسي في مصر غير عادي. الحاجة التانية إن كمان بقى الطلبة الحقيقة الوافدين مش مجرد بيطلبوا إن هو يتعلم في جامعة القاهرة أو عين شمس أو اسكندرية بس، إنما بقى الحقيقة فيه طفرة في إن جميع جامعاتنا المنصورة، طنطا، جنوب الوادي، قناة السويس بقى فيها وافدين. جامعة طنطا على سبيل المثال أرقام الوافدين اللي درسوا فيها السنة دي واللي التحقوا بيها أرقام مش صغيرة. عشان كده أنا بقول هي بقى الانترناشوناليزيشن دي واحدة من ضمن البيلرز الأساسية اللي بنشتغل عليها في التعليم العالي حاليا، هو الحقيقة المرجعية الدولية وإزاي يبقى إحنا داعمين لأولادنا اللي في دول العالم يجوا يتلقوا عندنا العلم. عايز أقول حاجة في هذا الإطار، إحنا برضو الحقيقة بنرحب بأولادنا اللي من فلسطين ومن السودان ومن سوريا. والحقيقة إحنا بندعمهم بشدة، وده طبعاً بدعم توجه لسيادة الرئيس، بدعم الحقيقة كل ولادنا اللي بيجوا يدرسوا معانا في هذه المنظومة من الوافدين من الدول اللي هي يمكن بنرحب بيهم في التعليم العالي في مصر. حضرتك قلت إنه في يعني طلاب الوافدين أكتر بيروحوا، يعني جزء منهم كبير بيروح للقطاع الطبي، هل في حد من الطلاب من الدول الشقيقة بيدرس طب عندنا؟ محمود طاهر من السعودية، طالب طب في عين شمس سنة أولى. وعندي سؤال بسيط بس لمعالي الوزير، وتشرفت بالكلام معك معاليك. أنا أتمنى أن يكون في توعية كاملة لمنهجية التدريس هنا في الطب في مصر، خصوصا لنا إحنا كخليج، لأن معلومات الطب عندنا في الدراسة المصرية عندنا قليلة محدودة. فأنا شخصيا جيت هنا درست من نصيحة دكتور سابق لي كان يعالج الوالد، فشطارة الدكتور المصري مشهورة عالميا وليست بس في الخليج، وهذا جوابا على إقبال السعوديين للدراسة في مصر. معاليك ذكرت سبب الإقبال الطبي بالزايد، هذا هو شطارة الدكتور المصري العالية جدا. ومعاليكم في الفترة الأخيرة أقمتم منصة إدرس في مصر وسهلت لنا أمور كثيرة جدا، فصرنا نسجل في الجامعات وإحنا في بلداننا، فهذه خطوة جميلة كان. وأتمنى بس أنه يكون الخطوة الثانية إيصال منهجية الدراسة وفكرة واضحة لنا إحنا في الخليج عشان يزيد الإقبال. فأنا أتمنى الفرصة اللي أتيحت لي تتيح لإخواني الثانيين، وشكرا. أنا على فكرة بشكرك، حضرتك أثرت نقاط إحنا دلوقتي بنركز عليها علشان نوصل لكل ولادنا ونعرفهم إيه اللي بيحصل في منظومة التعليم في مصر. عايز أقول حاجة، إن دلوقتي بقى فيه مش بنعتمد بس على الموقع اللي هو ادرس في مصر او اي جي ايد، على فكره كان برضو منصه للمنح لاولادنا اللي بيقدر يخش يدرس في مصر الاول بيتم قبوله ثم يقدم في اي جي ايد عشان لو يقدر يلتحق باي تخصص وياخد منحه من الدوله. احنا مش بنعتمد بس دلوقتي على المواقع او البورتلز، احنا كمان ابتدينا نعمل الحقيقة وفود من عندنا من قطاع البعثات مراكز الثقافية. بقى المكتب الثقافي المصري دلوقتي في أي دولة من الدول سواء العربية أو الأفريقية بقى هو ده المركز اللي بيقدر يتكامل مع المدارس هناك اللي هو مع الجامعات علشان يقدر يفهم ولادنا اللي حضرتك بتقوله. ففي منظومة كاملة الحقيقة دلوقتي، إن مراكزنا الثقافية بره، مكاتبنا الثقافية بره بقت هي دي اللي بتنشر اللي حضرتك بتقول عليه الماركتينج، إننا نعرف ولادنا بره إيه هي المناهج، إيه هي الجامعات، إيه هي البرامج اللي بتدرس الحقيقة في مصر. الحاجة التانية إن كل فترة أنا شخصياً مع الزملاء في قطاع البعثات والقطاع الثقافي بنقعد مع كل السفراء والمستشارين الثقافيين في جميع الدول وبنديهم الحقيقة بريزنتيشن على المنهجية اللي بنشتغل بيها، على المناهج والبرامج اللي بنشتغل بيها. ده كله علشان هو بينقل من ناحية إلى ولاده في الدولة بتاعته، وفي نفس الوقت احنا ابتدينا نطلع ما بنعتمدش بس على
البورتال اللي هو بقدر فيرتشوالي تخش حضرتك وتشوف البرامج اللي موجودة. بشكرك تاني، واحنا شغالين فعلا في هذا الإطار علشان نقدر نوصل لأولادنا ونعرفهم ايه اللي بيحصل في جامعاتنا. اوعى عائق يقف قصادك او تقول انا مش قادر اكمل. كنت بتبوس ايد والدك؟ انا كنت ببوس راسه. فما فيش حاجة اسمها ارجوكوا كلية قمة كلية قاعة. انا اسف. لو انت بقيت وزير تعليم عالي وبحث علمي، اول قرار هتاخده ايه؟ اوحد الكونتنت ما بين كل الجامعات. تمام. عشان الجامعات كلها تعلم نفس الليفل. انا موافق تماما على اللي انت بتقوله.